بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فلا زال الحديث موصولا بشرح موطأ الإمام مالك للشيخ محمد عبد الباقي الزرقاني رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الجمعة وفي باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. قال الشيخ الزرقاني: ثم ذكر الإمام حديثا فيه بيان الساعة المبهمة في الأول، أي في الحديث الأول الذي ذكرناه البارحة، وذلك من حسن التصنيف. الحديث الذي ذكرناه البارحة وقوله صلى الله عليه وسلم حين ذكر يوم الجمعة: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. فهذا الحديث الذي سنقرأه الآن فيه بيان الساعة المبهمة. فقال الإمام مالك أو الإمام يحيى قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الهاد عن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن يوسف عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة، فالحديثان عن أبي هريرة رضي الله عنهم، أنه قال: خرجت إلى الطور، يعني إلى جبل الطور يعني، فلقيت كعب الأحبار فجلست معه، فحدثني عن التوراة، لأنه كان من إيه؟ من علماء اليهود، وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة، من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت:
بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت؟ فقلت من الطور. فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي أو المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا، وإلى مسجدي إيلياء أو بيت المقدس. يشك. قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة. فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام كذب كعب. فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة أو أية ساعة هي. قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تضن علي. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة فقلت بلى. قال فهو ذلك. يبقى هذا الحديث فيه تعيين الايه هذه الساعة. وهذا الحديث رواه الإمام مالك، الحديث الأول يعني، عن يزيد ابن عبد الله ابن أسامة بن الهاد. قال فنسب أبوه إلى جده الليثي أبي عبد الله المدني. روى عن عمير مولى أبي اللحم وثعلبة ابن أبي مالك وخلق، وروى عنه مالك والثوري وآخرون، ولقبه النسائي وثقه النسائي وابن معين وابن سعد، يعني أنه ثقة. وروى له الستة أصحاب الكتب الستة: البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. ومات بالمدينة سنة 39 و100. قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا ساق هذا الحديث أحسن سياقة من يزيد ابن الهاد، ولا أتم معنى فيه منه، إلا أنه قال فيه فلقيت بصرة ابن أبي بصرة ولم يتابعه أحد عليه، وإنما المعروف فلقيت أبا بصرة وليس ولد أبي بصرة. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي من تيم قريش، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني، عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور. قال العلامة الباجي هو لغة كل جبل، إلا أنه في الشرع جبل بعينه، وهو الجبل الذي كلم الله عليه سيدنا موسى، كلم الله عليه سيدنا موسى.
اللي هو فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، جبل الطور يعني، وهو هنا في مصر في سيناء، طور سيناء. لكن هو في اللغة يقال لكل جبل الطور، يقال لكل جبل، لكن في العرف أنه خاص به بجبل الطور الذي كلم الله عليه سيدنا موسى، والتين والزيتون وطور سينين، الطور سيناء، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدون، لشجرة الزيتون يعني. فلما خرج سيدنا أبو هريرة إلى الطور قال فلقيت كعب الأحبار، وهو من علماء اليهود، والأحبار جمع حبر وحبر، حبر وحبر فيها لغتان يعني، ويضاف إليه يقال كعب الأحبار. قال إما لكسرة كتابته بالحبر أو معناه ملجأ العلماء، يعني سمى كعب الأحبار لأنه جمع حبر وهو ما يكتب به، هو كسرة كتابته فقيل كعب الأحبار أضاف إليه يعني، أو ملجأ العلماء كعب الأحبار، لأن يعني العلماء كانوا يلجؤون إليه لكان يحفظ التوراة والإيه والإنجيل. وقول المجد كعب الحبر ولا تقل الأحبار فيه نظر يعني، لأنه يعني فقد أثبته غير واحد من المحدثين يعني، يعني هو عايز يقول إيه، نقول كعب الحبر يعني كعب العالم، بدل ما نقول كعب الأحبار يعني كعب العلماء، فيعني هو إيه وصفه أنه من أحبار اليهود عالم، فيقال كعب الحبر أي كعب العالم. قال ويكفي قول مثل أبي هريرة، مدام أبو هريرة أطلق عليه كعب الأحبار يبقى إحنا مش أفقه من إيه من أبي هريرة. قال وهو كعب ابن ماتع الحميري، يعني هو من المدينة من اليمن، هو إيه من اليمن من حمير، يعني من قبيلة سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه، وقد أدرك الزمن النبوي. وأسلم في خلافة عمر على المشهور، يعني هو من التابعين، أسلم في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه. ويقول فسلمت فجلست معه، فجلست معه فحدثني وحدثته عن رسول الله، يعني دار حديث بين كعب الأحبار وبين أبي هريرة، فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم. سيدنا أبو هريرة حدث كعبا أن خير يوم طلعت عليه الشمس هو إيه يوم الجمعة، خير يوم. قال القرطبي خير وشر يستعملان للمفاضلة وغيرها، يعني عند المفاضلة بين شخصين تقول فلان خير من فلان، وفي الشر تقول فلان شر من فلان. ولغير المفاضلة يقول فلان خير كله وفلان شر كله، يعني كله خير وفلان كله شر، من غير مفاضلة يعني كوصف له، يعني هي للمفاضلة بين اثنين وتقال للصفة فلان خير. قال فإذا كانت للمفاضلة يبقى أصلهما إيه أخير وأشر،
لما أقول فلان خير من فلان يعني أخير منه، أي خيره أكثر، وفلان أشر من فلان أي أكثر منه شر، على وزن يفعل. وهي هنا للمفاضلة. لما أقول إيه خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة يعني هو أخير من غيره. ليه؟ لكثرة خصال الخير فيه، كثرة خصال الخير في يوم الجمعة التي لا توجد في إيه؟ في غيره من الأيام. قال غير أنها مضافة لنكرة موصوفة، لخير يوم طلعت عليه الشمس يوم إيه؟ الجمعة. قوله طلعت عليه الشمس يوم الجمعة استدل به على أنه أفضل من يوم عرفة، والأصح أن يوم عرفة أفضل منه، ولكن يجمع بين القولين، بين قول من قال أن يوم الجمعة خير من يوم عرفة، أو أن يوم عرفة أفضل أو خير من يوم الجمعة، يقال إيه يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ويوم عرفة أفضل أيام السنة، لأن يوم عرفة لا يأتي إلا في العام مرة، أما يوم الجمعة فيأتي كل إيه كل جمعة أو كل أسبوع. ولذلك الجمعة أي جمع بين القولين بأنه أفضل أيام السنة يوم عرفة، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. طيب من ضمن يعني الخيرات التي في يوم الجمعة أن الله اختاره لخلق سيدنا آدم، جعله زمنا لخلق سيدنا آدم، فخلق في آخر ساعة من يوم الجمعة اللي هي بعد العصر، فيه خلق آدم في آخر ساعة منه، وفيه أهبط من الجنة، قال أهبط منها جميعا بعضكم البعض، قيل أهبط إيه على هذا الحديث، يبقى أهبط يوم الجمعة. ولمسلم من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة. ذات هنا في الرواية دي، في رواية مسلم أنه أدخل الجنة، فيه خلق وفيه أدخل الجنة. ليه؟ لأنه كان مخلوقا بأطواره على باب الجنة، فلما تم خلقه أدخل إيه؟ الجنة يوم الجمعة. يبقى خلق يوم الجمعة، ابتداء خلقه كان يوم الجمعة، ولما تمت أطواره أدخل الجنة يوم الجمعة. وفيه أخرج منها أي أهبط إلى الأرض، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، دي من خصائص يوم الجمعة. وله أي لمسلم من وجه آخر عن أبي هريرة وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني خلق يوم الجمعة وخلق في آخر ساعة إيه منه، وهي ساعة إجابة. قال الحافظ ابن كثير فإن كان يوم خلقه يوم إخراجه، وقلنا الأيام الستة كهذه الأيام أيامنا هذه يعني، فقد أقام في الجنة بعض يوم من أيام الدنيا وفيه نظر. يبقى أقام إيه؟ أي أقام. وإن كان إخراجه في غير اليوم الذي خلق فيه، وقلنا إن كل يوم بألف سنة
كما قال ابن عباس ومجاهد والضحاك واختاره ابن جرير، فقد لبس هناك مدة طويلة. لكن هو طبعا بيقول يعني انه وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. بعدين هو اصله كان قبل الدنيا، يعني قبل ايه؟ وجود الدنيا، لانه لسه الخلق كان فين؟ فوق، يعني فوق السماوات السبع الجنة. فيعني اذا قلنا الايام كايامنا هذه، يبقى كانه ايه؟ مكث بعض يوم من ايام الدنيا في الجنة، وبعض يوم في الدنيا، يعني بعض يوم الجمعة في الجنة وبعضه في الأرض بعد ما أهبط إليها يعني. لكن إذا قلنا إيه إن اليوم كألف سنة، وإن كان إخراجه في غير اليوم الذي خلق فيه، بس طبعا الحديث أصدق لما قال وفيه أخرج من الجنة وفيه أهبط منها، يبقى كده إيه؟ يبقى لابد أن يكون يوم الجمعة، ويوم الجمعة لازم. لكن لو قلنا وإن يوم عند ربك كألف سنة ما تعدون، يبقى إذن هيختلف اليوم، هيختلف اليوم. لأنه هيبقى لابس مدة إيه؟ مدة طويلة، هيبقى لابس مدة طويلة في الجنة اللي هي ألف سنة مثلا. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وده شيء طبعا إيه يعني هيكون مستبعد إنه إيه بعد ما خلق هو ألف سنة في الجنة. فالغالب أنه ما دام خلق يوم الجمعة وأهبط يوم الجمعة، يبقى من الجمعة إلى الجمعة. قال وفيه تيب عليه، يعني فيه خلق وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تيب عليه. تيب عليه أي تاب الله عليه، الفاعل معلوم. وفيه مات وله ألف سنة. سيدنا آدم عاش إيه؟ عاش ألف عام، كما في حديث أبي هريرة وابن عباس مرفوعا، وقيل ألف سنة إلا سبعين، إلا سبعين عام، وقيل إلا ستين، وقيل إلا أربعين عاما، قيل بمكة، يعني مات بمكة ودفن بغار أبي قبيس، وقيل عند مسجد الخيف، وقيل بالهند، وصححه ابن كثير، وقيل بالقدس، رأسه عند الصخرة ورجلاه عند مسجد الخليل. ده خلاف فين؟ في المكان الذي توفي فيه سيدنا آدم عليه السلام. نعم؟ أي طبعا. أنت عارف طوله كم طيب يا شيخ سيد؟ ما تعرفش. ما هو طوله عشرون ذراعا وعرضه سبعة أزرع، لأنك أنت في أهل في الجنة يا شيخ سيد هتبقى كده. أنت هتدخل الجنة على صورة سيدنا آدم كما في البخاري ومسلم، هيبقى عرضك سبعة أزرع. لا هتعدي كتير، لأن الزراعة الشرعية 54 سنتي في 20، ها؟ ايوه اكتر من اكتر 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 من 11 متر، هتعدى عن الازهر يا شخصي. والعرض 3 متر وحوالي ايه ونص، واكثر كمان، يعني 4 الا ربع عرضك. عشان تاكل براحتك في الجنه وتاخذ راحتك.
لأن وارد طبعا أن أهل الجنة يكونون على صورة آدم. العرض 7 أذرع في طول 20 ذراعا. لكن هو في خلاف طبعا في الايه في السن، يعني 1000 سنة او 1070 او 60 او 40. اما الوفاة قيل بمكة ودفن في غار ابي قبيس، وجبل ابي قبيس كان فيه غار يعني، والان مبني عليه القصور الملكية، ده كله ده مبني على ابي قبيس، اللي راح هناك يعني يعرف. وقيل عند مسجد، يعني دفن عند مسجد الخيف عند الجمرة الصغرى بمنن، يعني مسجد الخيف بينه وبين الجمرة الصغرى حوالي 100 متر أو 150 متر. وقيل مات بالهند، وده اللي رجح ابن كثير انه ايه مات بالهند. وقيل مات ببيت المقدس اللي يعش الأنبياء، قال رأسه عند الصخرة، صخرة بيت المقدس اللي ربط فيها صلى الله عليه وسلم ايه البراق، ورجلاه عند مسجد سيدنا إبراهيم الخليل لأنه طويل. ده هذا هو المكتوب يعني في كتب التاريخ يعني. ومن ضمن خصائص يوم الجمعة قال وفيه تقوم الساعة، يعني ينقضي أجل الدنيا يعني القيامة. وفيه يحاسب الله الخلق ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وقول القاضي عياض المالكي رضي الله عنه الظاهر أن هذه القضايا المعدودة ليست لذكر فضائله، فضائل يوم الجمعة يعني، لأن الإخراج من الجنة ليس فضيلة، وقيام الساعة لا يعد فضيلة، أنه إخبار عن خبر سيقع، وإنما هو بيان لما يقع فيه من الأمور العظام وما سيقع، ما وقع وما سيقع، ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصالحة لنيل رحمة الله تعالى ودفع نقمته. قال وهذا مردود بقول ابن العربي في تحفة الأحوزي على الترمذي يعني، قال الجميع من الفضائل، وخروج آدم من الجنة سبب لوجود الذرية وهذا النسل العظيم ووجود المرسلين والأنبياء والأولياء والصالحين، ولم يخرج منها طردا بل لقضاء أوطاره ثم يعود إليها. يعني كلام القاضي مردود بكلام ابن العربي، بيقول لا، بيقول يعني انه يعني الاخبار بقيام الساعة هذا امر عظيم، قال ليستعد العبد فيه لأهوال هذا اليوم، يعني كيف ينجو منه، ولانه لولا خروج سيدنا آدم من الجنة وإهباطه الى الارض ما كانت الذرية. لأن هو سيدنا آدم يمثل جبهة الخير في الأرض، وإبليس يمثل جبهة إيه؟ الشر، فلولا الهبوط ما كان العمار، يعني لولا وجود الشيء وضده وبضدها تتميز الأشياء. فخروج سيدنا آدم من الجنة وإهباطه إلى الأرض فيه خير، لأنه لولا هبط وولد له ما كان الأنبياء والمرسلون والصالحون، لأنه تناسل منه، لأنه لو بقي في الجنة ما تناسل، يبقى هو وحده، لكن نزوله هنا لحكمة
نزل علشان الذرية وإعمار الكون، إني جاعل في الأرض خليفة. ولذلك قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح حمدك يا رب العالمين. ولذلك ربنا بيباهي عليه بالصالحين والذاكرين الملائكة، يقول لهم إيه؟ انظروا إلى هؤلاء الذين قلتم فيهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هؤلاء هم عبادهم، يصومون ويصلون ويسبحون ويذكرون كأمثالكم، يباهي بهم الملائكة. فلولا هبوط سيدنا آدم يبقى ما كان هناك ذرية يباهى بها ولا خليفة يباهى به إيه في الأرض. فابن العربي يعني كان رأيه أصوب من رأي إيه القاضي عياض رضي الله عنه. هو لم يخرج طردا وإنما خرج لحكمة، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني إلى زمن محدد في الأرض، ثم ترجعون إلى الجنة مرة أخرى. ولذلك القرآن قال إيه؟ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يعني شوف الحكمة، يعني أهبطه إلى الأرض وقال للذرية خلي بالكم إياكم إيه أن يفتنكم الشيطان ويستدرجكم فتأكلوا يعني إيه مثلا الحرام المنهي عنه وترتكبوا الحرام المنهي عنه، فكده يعني هتحرموا من الجنة. يبقى خلي بالكم استعدوا للجنة حتى ترجعوا إليها مرة أخرى. لا يفتننكم الشيطان فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال وفيه ينقضي أجل الدنيا، أي تقوم الساعة، وتقوم الساعة أي القيامة، وفيه يحاسب الله الخلق. ثم قال إيه؟ وما من دابة إلا وهي مصيخة، مصيخة أي مستمعة مصغية. أنت بتشوف الحيوانات وهي بتقرن كده بالوديه بالأذن، ترفع أذنها كده زي ما يكون واحد إيه بيتصنت لشيء، تلاقي أحيانا البهائم ترفع أذنها كده كأنه هي يعني في حاجة كده إيه خايفة منها، أو أصوات هي بتسمع أشياء لا نسمعها. فهنا بيقول وموسيقى ومصغية بمعنى واحد. وما من دابة إلا هي ومصيخة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح، يعني من أول الصباح حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس يعني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هي يعني خايفة أن تقوم الساعة في هذه الإيه في هذا الوقت، شفقا أي خوفا من قيام الساعة، كأنها أعلمت أنها تقوم في هذا الإيه في هذا اليوم، فتخاف من قيامها كل جمعة الدواب. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وما من دابة إلا وهي مصيخة أو مصغية، أي مستمعة كأنها تترقب قيام الساعة في
هذا الوقت بالذات من يعني من الصبح إلى طلوع الشمس، يعني الفترة البينية من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس اللي ما يقرب من ساعة ونصف بتقدير اليوم الآن، قال شفقا من الساعة خوفا من قيام الساعة في تلك الساعة، كأنها أي كأن الدواب أعلمت أنها تقوم يوم الجمعة فتخاف من قيامها كل جمعة، قال وفيه أنها إذا طلعت عرفت الدواب أنه ليس ذلك اليوم، يعني إذا طلعت الشمس ولم تقم الساعة عرفت الدواب أنها لن تقوم في هذا اليوم، يعني هي تصغى بأذنيها لأي صوت يحدث، ليه؟ لأنه طبعا يعني عند قيام الساعة يحدث زلزلة كما قال الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فقيام الساعة له زلزلة وله صوت شديد كما قال القرآن يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فإذا طلعت الشمس علمت الدواب أنه لن تقوم الساعة في هذا اليوم، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول وما من دابة إلا وهي مصيخة أو مصغية، معنى واحد يعني يوم الجمعة أي تتسمع وتترقب قيام الساعة من حين تصبح، يعني تدخل في الصباح من حين تطلع الشمس من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من من الساعة. قال ففيه أن قيام الساعة بين الصبح أي يعني طلوع الصبح اللي هو طلوع الفجر يعني وطلوع الشمس، وليس فيه يعني هذا الحديث ليس فيه علم متى تقوم الساعة، ليه؟ لأن يوم الجمعة متكرر كل أسبوع، يعني واحد يقول طب ما القرآن قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وقال إن الله عنده علم الساعة، مفاتيح الغيب خمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. واحد يقول طب ما هي محددة أنها تقوم يوم الجمعة ما بين طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، لا هذا ليس تحديدا وإنما هو إشارة إلى الساعة التي ستقوم فيها، لكن متى تقوم هذا مبهم، ليه؟ لأن السنة فيها 352 جمعة، فيها 52 جمعة وسط 365 يوم، يبقى من يعرف في أي أسبوع من 52 أسبوع؟ لا أحد يعني. ولذلك الدواب تترقب، يعني كل جمعة تترقب وتتسمع وتصغي ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس خلاص يبقى كده عرفت الدواب أنه لن تقوم الساعة ما دام طلعت شمس يوم الجمعة. والله تعالى قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، وقال لا تأتيكم إلا بغتة أي إلا فجأة، يعني في وقت غير
متوقع. وقال صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل حين سأله متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم قال إلا الجن والإنس، ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح إلى حين تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. قال العلامة الباجي استثناء من الجن، من الجنس، لأن اسم الدابة يقع على كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان أو حيوان أو طير، ولأنه يدب يعني صوت الرجل يسمع على الأرض، دب على الأرض يعني مشى عليها وأحدث صوتا. لأن اسم الدابة يقع على كل ما دب ودرج. قيل وجه عدم إشفاقهم، عدم إشفاق الجن والإنس من الساعة، يعني لا يخافون من الساعة، أنهم علموا أن بين يدي الساعة شروطا ينتظرونها، شروطا ينتظرونها، كما قال القرآن فقد جاء أشراطها، ومن أشراطها بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. قال وليس بالبين، لأن نجد منهم من لا يصيخ ولا علم له بالشروط. وقد كان الناس قبل أن يعلموا بالشروط لا يصيخون. الناس عموما الإنس والجن يعني لا يترقبون الساعة ولا ينتظرونها. قال ابن عبد البر وفيه أن الجن والإنس لا يعلمون من أمر الساعة ما يعرفه غيرهم من الدواب. ليه؟ قال يعني لسيطرة الغفلة على الإنس والجن. قال وهذا أمر يقصر عنه الفهم، يعني الله تعالى أعلم يعني بعباده، أن الدواب التي لا عقل لها يعني تخاف من الساعة وتصغي إلى قيامها، والإنس والجن يعني لا يفعلون شيئا مما تفعله الدواب، وهذا شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. يعني في أمور تغيب عنا حكمتها، فلابد من التسليم لله تعالى. قال الطيبي وجه يعني الحكمة في إصاخة الدواب وخوفها من الساعة، يعني قال وجه إصاخة كل دابة وهي لا تعقل أن الله تعالى يلهمها ذلك، ولا عجب، ولا عجب عند قدرة الله تعالى. يعني إذا سمعت شيئا مثل هذا قل إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال ومن عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله بالحكم. من عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله بالحكم. المؤمن يعني يسلم، يقول بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال وحكمة، الحكمة من إخفاء الساعة عن الثقلين الإنس والجن أنهم لو كوشفوا بذلك اختلت قاعدة الابتلاء والتكليف وحق القول عليهم. فالتكليف في أمور أخفاها الله تعالى،
ابتلاء واختبارا، يبقى لابد أن يسلم الإنسان أمره إيه لله. قال ووجه آخر في الحكمة في إخفاء الساعة يعني أنه تعالى يظهر يوم الجمعة من عظائم الأمور وجلائل الشؤون ما تكاد الأرض تميد بها، فتبقى كل دابة زاهلة دهشة كأنها موسيقى للرهب والخوف الذي داخلها خوفا من قيام الساعة. وبعدين الإنس والجن قالوا العلماء يعني لو أن الناس يعني أخذوا يخافون من الساعة لقعد كل واحد مكانه ومات، ومات من شدة الرعب والخوف ولم يستطع أن يعمل شيئا. ليه؟ من شدة خوفه. الإنسان الخائف لا يحسن عمل أي شيء. قال وفيه ساعة من خصائص يوم الجمعة، وفيه ساعة لا يصادفها أي يوافقها عبد مسلم قصدها أو اتفق له وقوع الدعاء فيها، وهو يصلي يسأل الله شيئا، يعني يسأل الله ما يجوز سؤاله وما يليق به، ما يليق بالمسلم سؤاله، لقوله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، وفي رواية خيرا، وهو يسأل الله خيرا أو يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وفي رواية ابن ماجه من حديث أبي همامة ما لم يسأل حراما، ما لم يسأل حراما، مثلا كقطيعة الرحم، يعني يدعو مثلا بقطيعة أبيه أو قطيعة أمه أو قطيعة أخيه، أو يدعو الله أن يسهل له أمره كالحشاش مثلا، بيسأل الله أن يسهل له الأمور، والسارق يسأل الله أن ييسر له أمر السرقة، فهذا يسأل إيه؟ يسأل حراما. والمرأة أحيانا تدعو على زوجها مثلا، ساعات تقول له يبتليك بعربية تاخذك مثلا، ما هو ده سؤال حرام برضه لا يجوز. والأم ساعات تدعو على ولدها يشتد غيظها منه، تدعو عليه أن إيه؟ أن تضربه سيارة، أو أن يضربه أحد، أو أن يغرق، في بعض الأمهات هكذا يعني. فهنا استثنى عاد الحديث ما لم يسأل حراما أو يسأل قطيعة رحم لا يجوز. فقال كعب لسيدنا أبي هريرة لما قال له في الساعة دي يوم الجمعة، قال إيه؟ قال ذلك في كل سنة يوم. سيدنا كعب طبعا ضيق الأمر، جعلها إيه؟ يوم في السنة يعني. فقال له سيدنا أبي هريرة إيه؟ فقلت بل في كل جمعة، لنصه صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقرأ كعب التوراة، لأن التوراة يعني فيها إيه؟ يعني فيها من علوم السنة وعلوم القرآن كثير جدا. ولذلك اليهود لما أتوا بالرجل والمرأة اللذين وقعا في الزنا، فسألاه الحكم، قال ماذا عندكم في التوراة؟ حكم يعني حكم التوراة موجود في الزاني المحصن والزانية المحصنة،
قال فوضع يده اليهودي وضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها. لذلك القرآن قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن هو لما جاب التوراة وضع ستر آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، لأن اليهود قوم بهت يعني يكذبون ويتعمدون الكذب. فهو لما قرأ كعب الأحبار التوراة وجد فيها أن ساعة الجمعة في كل جمعة وليست في يوم من من السنة. قال فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي في كل جمعة. قال أبو عمر فيه أن العالم يخطئ، يعني يؤخذ من هذا أن العالم يخطئ بمعنى أن الذهن خوان، الذهن يخون صاحبه، يكون قرأ الشيء ولكن يغيب عنه. قال ما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب، يبقى حافظ الشيء ويغيب عنه. أحيانا بعض الأئمة يقف في الفاتحة يقرأ نصف الفاتحة ويحتاج إلى من يفتح عليه حتى يكمل الفاتحة، سبحان الله. وأحيانا يقف بعد الفاتحة ويغيب عنه كل القرآن، مش عارف يقرأ إيه، حتى قل والله أحد إن أعطيناك الكوثر غابت عنه، فيحتاج إلى من يفتح عليه. ولذلك اسمه الفتح على الإمام. ليه؟ لأن القرآن استغلق عليه فلم يدري ما يقرأ. فهنا قالوا يجوز الفتح على الإمام، يعني ليست من المكالمة، مش من باب المكالمة، لا، دي من باب الفتح على الإمام حتى تتم الصلاة. قال أبو عمر بن عبد البر فيه أن العالم يخطئ وربما قال على أكثر ظنه، يقول يغلب الظن علي أنه كذا وكذا. قال فيخطيه ظن، يعني هو يظن ولكن الظن خطأ. وأن العالم إذا رد عليه طلب التثبت فيه، يعني حينما يخطئ العالم والمستمع يكون أوعى منه فيرد عليه يبقى يرجع إلى الأصل ليتثبت، لأن العلم أمانة، والعلم يعتبر تبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز فيه الاجتهاد، لا، وإنما يرجع على المنصوص، ده الواجب. قال أبو هريرة فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري وهو صحابي ابن صحابي، والمحفوظ أن الحديث لوالده أبي بصرة حميل ابن بصرة، ولذا قال ابن البر قال ابن عبد البر القرطبي الصواب فلقيت أبا بصرة وليس ابن أبي بصرة. قال والغلط من يزيد الراوي لا من الإمام مالك رضي الله عنه. قال المزي في التهذيب له هذا الحديث الواحد اللي هو أبو بصرة أو هو يزيد، وذكره ابن سعد في من نزل مصر من الصحابة، وقال هو وأبوه وابنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عنه وتوفي بمصر ودفن بالمقطم،
وقال الربيع شهد فتح مصر واختط بها دارا، أي بنى بها بيتا، ولهم عنه 10 أحاديث المصريون. نعم، هو يزيد بن أبي بصرة الغفاري. وفي الإصابة في الحاء المهملة حميل بالتصغير ابن بصرة الغفاري، يعني يقال حميل ويقال يزيد ابن أبي بصرة. قال علي بن المديني وهو شيخ البخاري: سألت شيخا من غفار هل يعرف فيكم جميل أو جميل بن بصرة، قلته بفتح الجيم جميل يعني، قال: صحفت يا شيخ، إنما هو حميل بالتصغير. وسألوا عن جميل أو جميل، قالوا: لا، أنت مصحف، التصحيف معناها النقط، يخطئ في النقط، يعني حاجة بالحاء يقولها بالخاء، أو حاجة بالجيم يقولها بالحاء، اسم التصحيف. لكن التحريف استبدال حرف مكان حرف، لكن ده ينقط حاجة غير منقوطة، السين يقول عليها شين والشين يقول عليها سين، والخاء يقول حاء والحاء يقول خاء، ده اسمه ايه؟ تصحيف. وقال حميل هو جد هذا الغلام، وأشار إلى غلام معه. وقال مصعب الزبيري: حميل وبصرة وجده أبو بصرة صحابة، الثلاثة يعني. قال ابن السكن: شهد جده أبو بصرة خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحميل يكنى أيضا أبا بصرة. فقال أبو هريرة، قال: لقيت بصرة ابن أبي بصرة، قال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. اللي هو أبو بصرة بيسأل أبا هريرة: من أين أتيت؟ قال: من الطور. فقال: لو أدركتك، يعني قبل أن تخرج إلى الطور، ما خرجت، يعني لا منعتك عن الخروج، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي، أي لا تسير المطي، والجمع مطية وهي الإبل يعني، لا تعمل المطي، أي لا تسير ويسافر عليها. وفي الصحيحين من وجه آخر عن أبي هريرة وأبي سعيد: لا تشد الرحال، لا تعمل المطي، وفي لفظ البخاري ومسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. قال: هذا استثناء مفرغ، أي إلى موضع للصلاة فيه إلا لهذه 3، يعني شد الرحال للسفر لأجل الصلاة لا يكون إلا للمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ده اللي هو هيسافر لأجل الصلاة. يعني لو واحد هيشد الرحال ليصلي في الأزهر، نقول له: لا، الصلاة في غير الأزهر كالأزهر، لعدم ورود نص في فضل الصلاة في غير المساجد 3. هو فكر ان سيدنا ابو هريرة يعني رايح يصلي في الطور ومش رايح لاجل الصلاة. لان سيدنا ابو هريرة الفقيه ومن المكسرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يخفى عليه يعني. فهنا المراد بالسفر لاجل العبادة والصلاة، وليس لمطلق السفر كما يقول، وليس المراد أنه لا يسافر أصلا إلا له. لو واحد يعني فسر الحديث على أنه لا تشد الرحال إلا 3 مساجد،
يبقى لا سفر إلا إلى الثلاثة مساجد، وهذا لم يقل به أحد. ولذلك هيجي طبعا حديث شهر بن حوشب في عند الإمام أحمد أنه لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى الصلاة فيه غير المسجد الأقصى والمسجد الحرام ومسجدي هذا. يبقى هنا إيه؟ عين المستثنى والمستثنى منه. فلما نعين المستثنى والمستثنى منه يبقى فهم المعنى. لكن واحد مثلا رايح يزور النبي عليه السلام يقول له لا تزور المسجد، كيف يعني؟ ده من هو قال مسجدي هذا، يعني أنه حاز الفضيلة لأجل أنه مسجده صلى الله عليه وسلم. فإن يعني إيه الفرق بين أن أنا أشد الرحال لأزور النبي صلى الله عليه وسلم أو أشد الرحال لأصلي في المسجد النبوي؟ ما هو واحد، هذه عبادة وهذه عبادة. الزيارة سنة، سنة فعلية وقولية. طب لو واحد أشد الرحال لطلب العلم نقول له لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ لا يصلح. أصل لابد من إيه؟ من فهم الحديث في ضوء اللغة العربية. يبقى لابد من وجود المستثنى والمستثنى منه. لما نقول لا تشد الرحال لابد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. يبقى الحديث كده لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد، لأن الصلاة في غير المساجد الثلاثة متساوية في الفضل. ومن هنا قال العلماء لو واحد نذر أن يصلي في الأزهر الشريف 10 ركعات وهو في أسوان أو في قنا أو في أي محافظة من المحافظات أو اسكندرية، نقول له صلي 10 ركعات في أي مكان. ليه؟ لأن الصلاة في الأزهر كالصلاة في أي مسجد من المساجد. لكن لو نذر أن يصلي 10 ركعات في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو المسجد النبوي، يبقى لابد أن يذهب. ليه؟ لعدم تساوي الصلاة. أنت نذرت الصلاة في المسجد الحرام يبقى لازم تروح، في المسجد النبوي لازم تروح، في المسجد الأقصى لازم تروح، لكن باقي المساجد كلها سواء. يبقى إذن الحديث اللي معانا ده وحديث البخاري ومسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ده عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص. وإلا لو فسرناه على كلامك أنه يحرم شد الرحال مثلا لزيارة الإمام الحسين أو زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كده الحديث لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى ثلاثة مساجد ما ينفعش، لأنه من شروط صحة الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه حتى يأخذ الحكم. ولذلك الحديث ده وارد في بيان فضل المساجد الثلاثة، مش بيان فضل السفر، لا ده بيان فضل المساجد الثلاثة. فشوف هنا لما ظن يعني كعب الأحبار انه راح يصلي في الطور، قال له لا، يعني استدل بالحديث، قال المفروض كنت لا تشد الرحال الى الطور. قال ابن عبد البر وان كان ابو بصرة من الصحابة يعني رآه عاما فلم يره أبو هريرة إلا في الواجب من النذر، يعني لو نذر أن يصلي إلى في أحد المساجد الثلاثة يذهب وجوبا، لكن إذا أراد الزيارة يبقى يذهب حيث شاء. وأما في التبرك
كالمواضع التي يتبرك بشهودها وكالمباح، فكزيارة الأخ في الله مثلا وليس بداخل في النهي. لو واحد جاي يزور أخا له في الله أو يزور والديه نقول له لا تشد الرحال، إزاي؟ زيارة الأخ في الله دي مباح، والسؤال عن الوالدين والزيارة لهما ده أمر واجب، وإلا هيقطع الرحم. كل ما يجي يسافر نقول له لا تشد الرحال، طب نروح فين يعني؟ طب واحد هيجي الأزهر علشان يطلب العلم نقول له لا تشد الرحال؟ طب كيف طيب؟ يبقى نغير أحكام الله، ما ينفعش. قال ويجوز أن خروج أبي هريرة إلى الطور لحاجة عنت له، يعني حاجة يريدها من جبل الطور ولذلك خرج إليه. وقال السبكي ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى يسافر إليها لذلك، لذلك الفضل غير السلاسة، إيه؟ غير هذه السلاسة. وليس بداخل في النهي، قالوا أما غيرها من الأماكن الثلاثة، غير الأماكن الثلاثة يعني، فلا يسافر إليها لذاتها بل لمعنى فيها كطلب العلم من علم أو جهاد في سبيل الله أو نحو ذلك. قال فلم تقع المسافرة إلى مكان، إلى المكان بل إلى من في ذلك المكان، يعني الناس زي ما أنت شايف كده يطلبون العلم في الأزهر الشريف ويأتون من كل فج عميق، لأن الأزهر كعبة العلم كما قال أبو الكلام أزاد الرجل الباكستاني، قال كما أن للمسلمين كعبة يحجون إليها كل عام فكذلك الأزهر الشريف كعبة العلم، يأتي إليه الناس من كل فج عميق يطلبون إيه؟ يطلبون العلم. يبقى لما يجي يشد الرحال لطلب العلم بيشد لذات الأزهر ولا لمن في الأزهر وما في الأزهر من العلم؟ يطلب العلم، يبقى شد الرحال لطلب العلم لا لذات الإيه؟ المكان. فكذلك سيدنا أبو هريرة يعني ذهب إلى الطور لحاجة، يعني يجوز مثلا أنه أراد أن يرى المكان الذي إيه؟ كلم الله فيه سيدنا موسى، طور سيناء، فأتى إلى هنا ليرى ذلك من باب التبرك بالإيه؟ بالمكان. ثم قال إلى المسجد الحرام لأن الحج إليه ولله على الناس حج البيت، وإلى مسجد هذا لأنه أول مسجد أسس على التقوى، وإلى مسجد إيليا اللي هو بيت المقدس، يقال له مسجد بيت المقدس أو مسجد إيليا أو إلى بيت المقدس بدل مسجد إيليا. يشك الراوي في اللفظين، يعني هل اللفظ الذي قاله قال مسجد إيليا أو مسجد بيت المقدس، من باب الأمانة العلمية يعني، وإن كان المعنى واحدا. وفي رواية الصحيحين والمسجد الأقصى. قال البيضاوي لما كان ما عدا الثلاثة من المساجد متساوية الأقدار في الشرف والفضل، وكان التنقل والارتحال لأجلها عبثا ضائعا نهى عنه، لأنه ينبغي للإنسان
ألا يشتغل إلا بما فيه صلاح دنيوي أو فلاح أخروي. يعني إذا أراد أن يصلي في غير المساجد الثلاثة فليصلي متى شاء وأين شاء، لكن إذا أراد الصلاة في المساجد الثلاثة يبقى لابد أن يذهب إيه إليها ويشد الرحال إليها. قال: والمقتضى لشرف أو المقتضي لشرف الثلاثة أنها أبنية الأنبياء ومتعبداتهم، لأن المسجد الأقصى بناه سيدنا سليمان ابن داود، والمسجد الحرام بنته الملائكة ثم بناه سيدنا آدم ثم بناه إيه سيدنا إبراهيم، والمسجد النبوي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمساجد الثلاثة بناها إيه الأنبياء والمرسلون. قال: وأخرج النهي مخرج الإخبار لأنه أبلغ، اللي هي لا تشد الرحال، أي لا تشد الرحال، يعني هو خبر لكن في معنى النهي. لا تشد الرحال ده خبر، لكن المراد النهي عن شد الرحال من أجل الصلاة إلا إلى المساجد الثلاثة، أي لا ينبغي ولا يستقيم. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام الحبر اليهودي برضو الذي كان يحفظ التوراة والإنجيل ومن أحبار بني إسرائيل، يعني كان يحفظ التوراة والإنجيل والقرآن، واسمه كنية أبو يوسف وهو حليف بني الخزرج، قيل كان اسمه الحسين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، لأن الحسين ده من أسماء الثعلب فغير اسمه النبي صلى الله عليه وسلم. الثعلب يقول أبو الحسين هو، فغير اسمه صلى الله عليه وسلم من الذين غير أسماءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله أحاديث كثيرة في السنة وله فضل كبير، ومات بالمدينة سنة 43 هجرية، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب33 سنة. وهو في من استقبل النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، قال لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي، قال: انجفل الناس إليه، أي أسرعوا إليه صلى الله عليه وسلم للاستقبال، قال: فكنت في من انجفل، أي في من أسرع، فلما رأيت وجهه واستبنته عرفت ورأيت فإذا هو ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم، قال: وكان أول ما سمعت منه أن قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ده أول، يعني أول كلمات سمعها سيدنا عبد الله ابن سلام من النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل إيه المدينة المنورة. وهو المراد بقوله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، أي على مثل القرآن، يعني شهد بالتوراة والإنجيل وأنها كلام الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوف فيها والصحابة موصوفون فيها التوراة والإنجيل. وبرضو إيه في نهاية سورة الرعد: ويقول الذين كفروا لست إيه مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. مين اللي عنده علم الكتاب؟ هو عبد الله بن سلام، اللي هو عنده علم التوراة والإنجيل، روحوا سألوه. هم بيقولوا لست مرسلا، بيقولوا آخر الرسل هو سيدنا موسى،
حتى سيدنا عيسى مش مؤمنين به. اليهود لعنهم الله لا يؤمنون بسيدنا عيسى ولا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن بيقول ايه؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وروحوا اسألوا عالمكم اللي عنده علم الكتاب. روحوا اسألوه وقولوا له هل النبي صلى الله عليه وسلم مرسل كالأنبياء والمرسلين من قبل ولا لا؟ فدي فضيلة برضو لإيه؟ لسيدنا عبد الله بن سلام. وهي وشاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. يعني سيدنا عبد الله بن سلام شاهد بأن التوراة والإنجيل حق وأن القرآن حق فآمن واستكبرت. ولذلك لما قبل أن يعلن إسلامه سيدنا عبد الله بن سلام قال يا رسول الله إن بني إسرائيل أو إن اليهود قوم بهت فسلهم عني. إن بني إسرائيل قوم بهت فسلهم عني. فاختبأ هو وراء إيه؟ حائط. قال له ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا. خيرنا وابن خيرنا يعني هو أبوه كمان. فخرج إليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا. في الحال غيروا ليه؟ غيروا الشهادة. ألا لعنة الله على الكاذبين. دجالين كذابين زي ما قال له هو إنهم قوم بهت يعني يعرفون الحق وينكرونه. اعترفوا بالحق وأنكروه. بعد ما قالوا خيرنا وابن خيرنا قالوا شرنا وابن شرنا. قال أبو هريرة قال فحدثته أي حدثت عبد الله بن سلام بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته أنا به. يعني قالوا الحديث اللي دار بينه وبين أبي هريرة بين كعب الأحبار وأبي هريرة في شأن يوم الجمعة يعني. فقلت قال كعب ذلك في كل سنة مرة. قال عبد الله بن سلام كذب كعب في الأول يعني أي غلط. الكذب هنا مش باب التعمد لا هو يعني كعب الأحبار يعني خفي عليه فأخطأ في الحكم. قال ومنه قول عبادة ابن الصامت في الموطأ قال كذب أبو محمد الراوي يعني فمعنى كذب يعني غلط. وفيه أن من سمع الخطأ وجب عليه إنكاره ورده على كل من سمعه إذا كان عنده في رده أصل صحيح يستند إليه. يعني الإنسان لا يكذب شيئا إلا بحجة وبينة قوية وليس يعني يكذب بما لا علم له به وإلا كان مجازفا. يعني لا يقول له هذا خطأ. طب ما البينة؟ تقول هذا خطأ والصواب كذا. يبقى التكذيب ببينة. قال فقلت ثم قرأ كعب التوراة يعني قال أبو هريرة ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة. رجع للإيه؟ للصواب. فقال عبد الله بن سلام في الحال صدق كعب. قال لي لأنه هو الواقع. قال أبو عمر فيه دليل على ما كانوا عليه من إنكار ما يجب إنكاره والرجوع إلى الحق. ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي. فيه دليل على أن للعالم أن يقول قد علمت كذا
إذا لم يكن على سبيل الفخر والسمعة، إنما على سبيل الإخبار. يعني أنا أعرف هذه الساعة، أعرف هذه الساعة. قال: وما الفخر بالعلم إلا تحدث بنعمة الله تعالى، قاله ابن عبد البر. يعني عبد الله بن سلام يقول: قد علمت أي ساعة هذه. هو طبعا يقول قد علمت بناء على ما سمعه إيه من النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هناك فخر، وإنما هذا إخبار. إيه؟ الساعة التي يوافق لا يوافق عبد المسلم يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه. قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تضن علي. أخبرني بها أي بالساعة دي ولا تضن علي، ما تبخلش علي يعني، أي لا تبخل. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة يوم الجمعة. وروى ابن ماجه من طريق أبي النضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله أن في الجمعة ساعة، وفيه فقال صلى الله عليه وسلم: أو بعض ساعة. قلت: نعم، أو بعض ساعة. الحديث وفيه قلت: أي ساعة؟ فذكره. قال الحافظ: وهذا يحتمل أن قائل قلت عبد الله ابن سلام فيكون مرفوعا، ويحتمل أنه أبو سلمة فيكون موقوفا، أن أبو سلمة من التابعين وهو الأرجح، لتصريحي في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بأن عبد الله بن سلام لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب. أخرجه ابن أبي خيسمة. نعم، رواه ابن جرير من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا أنها آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة، ولم يذكر القصة ولا ابن سلام. ورواه أبو داود والنسائي والحاكم بإسناد حسن عن جابر مرفوعا، وفي أوله: إن النهار اثنتا عشرة ساعة. النهار يعني اللي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، اثنتا عشرة ساعة، اثنتا عشرة جزءا. ليه؟ لأنه يعني أنت ما تحسبش الساعة دايما بالساعة بتاعتنا احنا اللي هي 60 دقيقة، لا، الساعة أي جزء من الزمن اسمه ساعة. لأنه هنا لو قسمنا مثلا الشتاء نلاقي النهار 10 ساعات والليل 14، وفي الصيف الطويل بقونا وأبيب تلاقي النهار 14 ساعة والليل 10 ساعات، العكس يعني. لكن هو لما يقول النهار 12 ساعة يعني العشرة يبقوا 12 وال14 يبقوا 12 برضو، إنما المراد أجزاء من الزمن، كل جزء من الزمن اسمه ساعة. هذا والله.